الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. أيها السادة، أعيادنا عبادة، لذلك ترتبط بالعبادة وتسمو بالعبادة، لذلك نحيي ليلتي العيد، ولذلك لا نعصي الله في الأعياد على عادة الغربيين الإباحيين. العيد انتماء صحيح قوي لهذه الأمة، لذلك يغيظ الكفار ويغيظ المنافقين ويشعرهم أن هذه الأمة ما زالت باقية وستبقى إلى قيام الساعة. العيد سنة مؤكدة عند غالب العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الصلاة، يخرج مباشرة إلى الصلاة، الصحابة يكبرون كما كان يفعل الأكارم، فيصلي صلاة العيد، ثم يقف مقابل الصفوف فيعظ الناس، ثم إن كان ثمة بعث بعث، يعني حتى في العيد هناك عمل، هناك نشر للدعوة، هناك جهاد في سبيل الله. ليس عندنا دعة في الإفطار، وليس عندنا دعة ولا كسل، لا في الصيام ولا في العيد. هكذا هي حياة المسلم، لذلك وجدنا بأن أعظم الفتوحات كانت في العيد. في العيد نفرح، نفرح أن أعاننا الله عز وجل على هذه العبادة، لذلك جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم يلقى الله بصومه، لأن ثواب الصيام عظيم. قد يسألني سائل، كيف نفرح وفي الشام طاغية ما زال يصول ويجول، وقانون دولي ظالم يدعي العدالة، يريد أن يعيد تأهيله، كيف نفرح وفي السودان حرب تمولها دول إقليمية وعالمية، كيف نفرح وفي القدس إخوة لا نعتكفوا في سبيل الله، بل رابطوا في مسجدنا الأقصى ليوصلوا رسالة إلى من اغتصب أنه سيعود، وأنه لنا، ولن تتبدل الأسماء، ولن يتغير الحق بتقادم الزمان. هؤلاء اعتدي عليهم في رمضان في المسجد الأقصى وفي شهر الصيام، اعتدي عليهم فاعتدي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسرها. كيف نفرح؟ الجواب أننا أمة باقية، أمة لا تموت، أمة قد تدخل العناية المشددة،
لكن ما يلبث المارد أن ينهض وأن يقف على قدميه وأن يقول ها أنا ذا لم أمض ولن أموت. هكذا كنا في تاريخنا الطويل. جاءتنا نكبات لا تقل ضراوة عن هذه النكبات التي توالت علينا تحديدا منذ سقوط الخلافة العثمانية إلى اليوم. لكن نحن أمة باقية، ونحن أمة تعلم ثقافة الفرح، لأن الفرح عبادة، وتعلم ثقافة العيد، لأن العيد امتداد واستمرار، وتعلم ثقافة رفع الرأس عاليا لأنه يغيظ أعداء الله. لذلك كان شعار العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما معنى أكبر؟ أكبر من كل شيء، أكبر من كل طغيان، تزول الإمبراطوريات ويزول الطغاة ويزول الأعداء ويزول الحاقدون ويبقى الإسلام. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبنا، أن يتقبل صيامنا، أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، أن يقدم لنا الجائزة في يوم الجائزة، أن يجعلنا من عتقائه من النيران، أن يتجاوز عن تقصيرنا في رمضان، أن يعفو عنا، أن يجمع فيما بيننا على البر والتقوى والإيمان والحسنى، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حمدا لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام برر بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان، من فرحنا في هذا العيد أن تركيا باشرت منذ اليوم بتصدير الغاز لأبنائها وشعبها، وأنها اكتشفت حتى اليوم 710 مليار متر مكعب أو مكعب من الغاز يكفي للاستعمال المنزلي 40 سنة. قد يقول لي قائل: نحن سوريون وما علاقتنا بتركيا؟ أقول: قال الله إن هذه أمتكم أمة واحدة، كل مسلم في الدنيا حتى لو كان أمريكيا مسلما أمريكيا أو مسلما روسيا أو مسلما أوكرانيا أو مسلما ألمانيا أو مسلما أوروبيا يفرح بأي عز للإسلام والمسلمين. لذلك قررت الحكومة التركية أن تقدم شهرا من غاز التدفئة مجانا، وسنة من غاز الطبخ مجانا للجميع، أتراك وسوريين. لماذا نفرح؟ لأن معاهدة
المعاهدة التي وقعها الغرب مع تركيا قبل 100 عام في عام 1923 تنص على أنه لا يسمح لتركيا أن تمتد يدها إلى خيراتها. إلى خيراتها، وأن مضيق البوسفور مضيق دولي. إنهم عملوا منذ سقوط الخلافة على إضعاف الأمة، فلم يسمحوا بأي تجربة تنجح في كل العالم، وشوهوا صورة الدعاة. واليوم نهضت تركيا وهم يعملون على قدم وساق على إسقاطها، وليس هذا فحسب، بل على تمزيقها لا سمح الله. لماذا؟ لأنها أكبر دولة، ولأنها وريثة الخلافة العثمانية، ولأنهم يريدون أن يشغلوها بحروب فيما بينها. نفرح لتركيا لأننا مسلمون، ونفرح إذا عادت النهضة الإسلامية وعادت الهوية الإسلامية إلى تركيا. وإذا كان ثمة أخطاء فهذه لا بد منها، لأنه يوجد في كل دولة دولة عميقة تحكم العالم وتفسد على طالبي النهضة نهضتهم. اللهم احفظ سوريا وردنا إليها سالمين غانمين، أعزة كراما. وقد تحطم عرش فرعون دمشق ولم يدوم. والله لو اجتمعت الدنيا على إعادة التأهيل فقدر الله سابق وقدر الله لاحق وقدر الله يبطل كل مكر. اللهم احفظ تركيا واحفظ تجربتها واحفظ نهضتها واعد هويتها، واجعل هذا بداية لنهضة أمة الإسلام في كل مكان. اللهم احفظ السودان واحقن الدماء في السودان. اللهم احفظ أهلنا في أراكان، في ميانمار، في كل بلاد الإسلام. فلا فرحة إن لم يفرحوا، ولا فرحة لهم إن لم نفرح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تقبل الله طاعتكم، تقبل الله طاعتكم. رمضان كنا ننتظره، والآن نقول رحمه الله إلى شهر سنة قادمة. فهل نعيش إلى سنة قادمة؟ الذين ماتوا بالزلزال في لحظات، هل عاشوا؟ هل أدركوا معنا رمضان؟ الحمد لله أن بلغنا رمضان. لذلك نقول بعد ذلك: اللهم تقبل منا رمضان، وعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر. هكذا نقول: تقبل وأعنا فيه وبعده. إذا تخرجت بنجاح من مدرسة رمضان حافظت على الصيام، ليس صيام الدهر لكن صيام كل اثنين وخميس، حافظت على القيام ولو ركعتين قبل الفجر، حافظت على القرآن ولو جزءا من كتاب الله، حافظت على أخلاق رمضان عندما تقول للسفيه إني صائم. أيها السادة، أيها الأحبة، أختم بكلمة. نحن عندما في البيت الشامير نفرح بالجالية وبالمسلمين جميعا، تركا وعربا، عراقيين، فلسطينيين. عنواننا: إن هذه أمتكم أمة واحدة. لذلك أعددنا هدايا كما ترون للأطفال. لا نريد أن يخرج طفل من غير هدية، ولا نريد أن يخرج طفل من دون عيدية. أعددنا عيادي ضمن إمكانياتنا، لكن الله كان ولا زال يعيننا. وأعددنا أشياء أخرى، وأعددنا ضيافة. فهذا البيت بيتكم جميعا، ونحن عندما تأتون
من واجبنا أن نستقبلكم وأن نكرمكم كما نفعل فيما لو أتيتم إلى بيوتنا. فالبيت الشامي بيتكم. وحسنا فعلت تلك المرأة التي أخبرت عن أمرها بالأمس وأختم بهذا أو قبل أمس، قالت لزوجتي: قبلنا بالهجرة إلى كندا. فقلت: وماذا أفعل في كندا؟ قالت لأولادها وأهلها: وماذا نفعل في كندا؟ بل نحن ماذا نفعل في تركيا لو لم يكن البيت الشامي موجودا؟ فأقول لها: كل عام وأنت بخير، وكل عام وعائلتك بخير، وكل عام وأنتم جميعا رجالا ونساء، من حضروا في مركزنا ومن حضروا في المراكز الأخرى، أقول لجاليتنا ولأبناء تركيا ولأهل تركيا وللأمة الإسلامية جميعا: تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أرجو أن لا تخرجوا، نريد أن ندخل الفرحة إلى قلوب أبنائنا وبناتنا، وبالتالي إلى قلوبكم جميعا. المشايخ يتقدموا، يلي أنا سمعت فيهم يلي ما سمعت فيهم: الشيخ سمير صالح، دكتور نور الدين حمدان، وإذا في غيرهم يتفضلوا. الشيخ فوزي الصيادي يتفضل. الشيخ فوزي الصيادي.